أيها الأبناء، احفظوا هذه الجملة: من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. عباد الله، القرب من الوالدين قربة، والبعد عنهما مسخطة. لا بد أن نعلم أن كل بيت فيه أنفاس الوالدين فهو بيت رحمة وحنان. الوالدان أفنيا الأعمار وأنفق الأموال علينا صغارا، تعلقت قلوبهم بنا كبارا، حتى إذا احدودب منهم الظهر وتقاربت الخطى وارتعشت الأطراف وأنهكتهما الأمراض وزارتهما الأسقام، وابيض منهما ما كان أسودا واسود منهما ما كان أبيضا واشتد منهما ما كان لينا ولان منهما ما كان مشتدا، تعقلهم الشعرة ويتعثرون بالبعرة، يجازون بعد ذلك كله بالإعراض والنكران. تأملوا يا رحمكم الله وصف هذه اللحظات في القرآن العظيم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعد هذا العمر جاء إليك أيها الابن يتطلعان إلى إحسانك ويؤملان الصلة والمعروف منك، فوجداك فظا غليظ القلب لئيم الطبع شرس المعاملة سيء الخلق. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا هذا إنه لا يقابل الإحسان بالإساءة إلا اللئام، ولا يقابل الجود والكرم بالإهانة إلا الطغام. وربي لا يفعل ذلك إلا من غلبت عليه شقوته وأعماه شيطانه وأضله هواه. أما علمت أيها المسكين أن رضا الله في رضا الوالد؟ أما علمت أيها المسكين أن رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد؟ والله وبالله وتالله إن الخير كل الخير في الوالدين المسنين، إن الخير كل الخير في الوالدين المسنين. قال صلى الله عليه وسلم: الخير مع أكابركم، الخير مع أكابركم. وفي رواية: والبركة مع أكابركم. الوالدان رؤيتهما طاعة، رؤيتهما طاعة، وحديثهما قربة، ودعاؤهما بركة، وطاعتهما حسنة. أيها الأبناء، أدخلوا السرور إلى قلوب والديكم قبل أن يدخلوا قبورهم.